وفي مطبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة جديدة موعد يومي معاكم في المطبخ نستناكم نتعلم أكلة جديدة وطرق تقديم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في لقائكم المتجدد يوميا على قناتكم الجميلة قناة الصحة والجمال، وبرنامجكم المميز جدا برنامج ساعة شهية. وزي ما تعودنا وقلنا يوم جديد وساعة شهية جديدة بنلتقي بها مع ضيفة جديدة، هي جت من بورسعيد خصيا لبرنامج ساعة شهية لكل محبين ومشاهدين برنامج ساعة شهية عشان تقدم أحلى الأكلات البورسعيدية. تعالوا نرحب بضيفة حلقتنا النهاردة الشيف أم محمد حمادة. أهلا وسهلا بحضرتك. أنا متشكر جدا لمجهودك والوقت الطويل ده اللي اتقطعتيه عشان تيجي تقدمي وصفات بسيطة وسهلة لمشاهدين قناة الصحة والجمال وبرنامج ساعة شهية. ربنا يخليك يا شيف، ولا كل سنة وحضرتك طيب وحضرتك طيب ومشاهدين كلهم الصحة والجمال يا رب، وبرنامج ساعة شهية ومحافظة بورسعيد كلها وأصدقائي كلهم. ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يخليك. أهلا وسهلا وكل عام وأنت بخير. وأنت بخير. ورمضان كريم عليك وعلى المسلمين جميعا رب العالمين. طيب نقول في المجمل كده للسادة المشاهدين إحنا هنعمل إيه النهاردة؟ إن شاء الله المنيو بتاعنا النهارده مليء ودسم، يا ريت الوقت يسعفنا ونعمل كل الاكلات اللي عندنا يا رب امين. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل النهارده ان شاء الله سمك بوري سنجاري. سمك بوري سنجاري بالفلفل الالوان والخضار ان شاء الله. تمام زي الفل. وهنعمل ايه تاني؟ هنعمل شوربه سي فود برده، وهنعمل ان شاء الله طاجن سيبيا بالبطاطس. شوربه سي فود وطاجن سيبيا بالبطاطس باذن الله، ورز بالجمبري. ورز بالجمبري بالكاري، هو اصفر يعني. تمام زي الفل. وهنعمل سلطه كابوريا، صوابع كابوريا ان شاء الله مخليه سلطه كابوريا ومزينه طبعا بالبيض والفول. اقترب العيد وان شاء الله كحك وبسكوت بقى وصفره من بورسعيد ان شاء الله زي الفل. في كحكه برضو قرصه مشهوره بقى بورسعيد، قرصه الصفره اللي محوجه ان شاء الله. معانا معانا كحك وبسكوت ومعانا القرصه بتاعه بورسعيد يا رب الوقت يجيبنا. طب ننزل بسرعه يا جماعه بمقادير الاول السمك السنجاري. تمام نقول مقاديره يا جماعه، ننزل بمقاديره ونرجع مع الشيف ام محمد لتحضيره. تمام بنقول لكل الساده المشاهدين يتواصلوا معانا عبر الارقام الموضحه اللي الشاشه. ممكن تشتغلي؟ اتفضلي. تمام البوله اللي هتشتغلي فيها اتفضلي اهي. تمام سمك بوري عشان الوقت بتاعنا. انا اتكلم انت تشتغلي على طول وانت بتشرحي. تمام بنقول هنعمل ايه. تمام بنقول للساده المشاهدين ما تنساش تتواصلوا معانا على الارقام الموضحه امام حضراتكم على الشاشه، واللي مش قادر يتواصل عبر الارقام يتواصل عبر صفحتنا الرسميه صفحه برنامج ساعة شهية. منتظرين تفاعلاتكم ومنتظرين اتصالاتكم ومنتظرين رسائلكم معنا. نقول المقادير كده عبارة عن ايه معانا، والمقادير وضحت امام حضراتكم على الهواء يا جماعة، والشيف هتقولها وهي شغالة باذن الله. حطينا زيت اهو، زيت ذرة. المقادير الاول نقول في المجمل المقادير ايه عندنا سمكتين بوري متنضفين فتحهم من الظهر. تمام زي الفل. متنضفين عشان يعني المقادير معانا كيلو سمك سمك بوري سمك بوري مفتوح متنضف. عندنا فلفل الوان، فلفل الوان عندنا خضره شبت وبقدونس وكزبره بصل وثوم متخرطين. تمام زي الفل. وفلفل وملح. والبهارات عندنا فلفل وملح. تمام زي الفل كده يا جماعه. يبقى عندنا سمك وعندنا الخضار بتاعه بقدونس وشبت وكزبره، عندنا بصل مفروم، عندنا ثوم مفروم، عندنا زيت، عندنا البهارات ملح وفلفل وكمون وفلفل الوان. تمام زي الفل كده. نشوف الخلطه يعني يا الشيف قالت تعملها بطريقه بسيطه وسهله جدا، هتشوفوها تعجب حضرتك. سهله وكل الناس يعني زي الفل كده تقدر تعملها وعلى طول بتستوي. يبقى كده بدانا بايه؟ بعدين حطينا بقى كل المكونات على بعض. الزيت خلاص كده، احنا مش محتاجين بقيه المكونات دي. ماشي تمام زي الفل كده. نوسع عشان نوري للساده المشاهدين احنا هنعمل ايه. تمام نجيب بقى الصاج بتاعنا، ده بقى السمك السنجاري الشهير اللي بناكله في المحلات بطريقه بسيطه وسهله. هنعمله في الفرن بقى ولا دخنه ولا وش ولا كده؟ لا هو بيبقى جميل جدا. تمام نجيب اول سمكه. تمام زي الفل كده. نحشي بقى الخلطه اللي احنا عملناها كده، نحشيها كلها، نفتحها لغايه الراس عشان ايه تمام تاخد من كل التتبيله اللي هي. عايزك وانت بتحشي كده برضو تديني ايه انت عملت الخلطه دي ازاي، يعني شايفها ان هي بسيطه وسهله، يا ليت نشرحها تاني. هي زيت وحطيت عليها بقدونس وكزبره وشبت وملح وفلفل وفلفل الوان ماشي معانا، وبصل وثوم لازم يعني زي الفل. بنغلف كده السمكه ونقفلها من الجناب كده. تمام زي الفل. هنخش الفرن معانا. هنجيب التانية نحط لها الأول ورق برضو. تمام يبقى احنا جبنا كل المقادير اللي عندنا خلطناها ببعض. تمام
وحطينا عليها البهارات بتاعتنا. ايوه. وطبعا احنا غسلين السمكه ومنضفاه فتحه انا من الظهر، يعني دي طريقه يعني جديده. الفتح بيبقى من الظهر مش من البطن. مش من البطن، انا حضرتك بس البطن اهو، انا فتحته من الظهر والسلسله من ورا علشان الحشا كله بالراس. تمام زي الفل كده. انا هاخد كل المقادير كده، دي نحشيها كلها كده. لو حبينا نزود يعني عايز بقى احط انا شطه حاره، عايز احط ممكن فلفل حار، زي ما انت عايز بقى. ممكن ليمون في الاخر، في ناس بتحب الليمون، في ناس ما بتحبوش برده. تمام. ممكن خل، ممكن خل بس في الاخر برده. تمام زي الفل كده. دي الحاجات اللي هستوي بيها بس كده، هو كده. دي كل مقاديرنا ودي كل وصفتنا النهارده السريعه اللي معانا، وده بقى جميل جدا. ونخش الفرن بقى خلاص. هنوديها كده على الفرن. تاخد تقريبا قد ايه معانا في الوقت؟ يعني ما فيش 10 دقايق ولا حاجه، ربع ساعه. 10 دقايق ولا ربع ساعه وتستوي على طول. طيب تمام زي الفل كده. نخش هندخل، نروح نوديها الفرن يا جماعه مع بعض اهي. تمام زي الفل كده. هتاخد تقريبا ربع ساعه او 10 دقايق هتستوي ان شاء الله. يلا الوصفه اللي بعدها كده نشوف الدنيا فيها ايه. إن شاء الله. عندنا الشوربه. تمام اهي، ننزل بمقادير الشوربه. تمام يا جماعه. تمام زي الفل كده. احنا جبنا هنا. تمام زي الفل كده. ننزل بمقادير الشوربه ونرجع مع الشيف للتحضير دلوقتي. تمام زي الفل كده. ماشي تمام. تمام عباره عن ايه الشوربه بتاعتنا النهارده يا شيف؟ حضرتك احنا هنا في كابوريا وسلقناها مسلقه كبيره فاهم، وعملنا هنا شوربه سمك معانا. شوربه سمك، ممكن تسلق سمك ممكن تسلق كابوريا فيها. تمام زي الفل. المقادير معانا على الهوا. تمام. كابوريا هنا، وبكلاويز على سيبيا مقطعه، على جمبري، على صوابع كابوريا هنا مخليه، يعني دي كابوريا لحم من كابوريا بس، ومعلقه سمنه او زبده بسيطه. تمام. وكريمه بقى لبانه هنحطها في الاخر. طيب. في ناس بتحط في الاخر دقيق وكده، بس انا الكريمه اللبانه خفيفه عشان الصياغه. زي الفل. والمقادير لسه واضحه امام حضراتكم على الهواء. شوربه السي فود بطريقه الشيف ام محمد، طريقه سريعه جدا وخفيفه. سريعه وسهله. يا ريت نشوف الشيف هتبدا تشتغل بيها ازاي. تمام زي الفل كده. نقول احنا عملنا ايه الاول؟ هنحط معلقه زبده او سمنه صغيره بس بسيطه. تمام. نحط عليها المقادير بتاعتنا دي. البكلاويز نزلنا بايه دلوقتي؟ ده بكلاويز والجمبري. بكلاويز نوضح للساده المشاهدين ايه البكلاويز ده؟ اكيد في ناس مش عارفه تقول ايه البكلاويز. لا ده اكله بورسعيديه، هو عباره عن زي الصدف كده وجواه اللحم بتاعه. تمام زي الفل. هو بيفتح مع نفسه في النار. تمام. الحاجات دي سريعه ما بتاخدش وقت يعني في التسويه. تمام زي الفل. تاخد قد ايه وقت كده على النار؟ ما تاخدش حاجه، 10 دقائق ان شاء الله هتاخد. 10 دقائق. تمام زي الفل. تمام. هي كلها هتستوي مع بعض في الشوربه. معلقة مع حضرتك اهي. هنحط عليها كل مكوناتنا لان ايه؟ يبقى كده نزلت بمعلقة سمنة. حط عليها كرفس. وفي مقطع معاها الكرفس. سمنة أو زبدة، ممكن زبدة. تمام. برضه. زبدة صفراء. زي الفل. نديها كده غلوة يعني. حطينا التشويحة. سمنة أو زبدة أو ممكن أشتغل بزيت. لا هي زبدة أحلى كمان، تبقى أحلى زبدة. زبده او السمنه الصفراء او الزبده الصفراء. زبده يعني ابتعد بالزيت، ابعد عنها بالزيت. تمام. هي تشويحه خفيفه كده عشان نحط ايه؟ لسه دي الكابوريا ما بتاخدش وقتها نقطعها، عايزين نقطعها. تمام اقطع لك انا الكابوريا. ماشي تمام. وانت شغال اي تقطيع كده معايا؟ تقطيع عشوائي يعني عادي. هنزودها بالشوربه لان هي مستويه بالشوربه بتاعتها. طبعا الشوربه دي فيها ملح وفلفل اسود، ومحطه فيها جزر مسلوق بشوربه سمك وكرفس. تغلي بس كده. تغلي معايا. قطعنا الكابوريا. تمام زي الفل كده يا شيف معاك الدنيا. عامة الاسماك كلها وصفاتها بسيطة وسهلة. وسهلة، والشوربة دي جميلة جدا. تمام زي الفل. الكابوريا هتتاخد دلوقتي ولا معانا ايه؟ تغلي بس دقيقة شوية. تغلي دقيقة. نعلي النار شوية. عشان هي اديت على طول، أول ما تحط في النار تتقفل عليها من شات. تمام زي الفل كده. طب نسيبها مع نفسها تغلي؟ ماشي. تمام زي الفل كده. دي كده خلاص وصفتنا التانية يا شيف طلعت معانا. لو عايزين نحط شطة ماشي ممكن معاها برضه. البهارات بقى ممكن أضيف عليها بهارات ايه؟ شطة وفلفل أسود وملح بس. تمام زي الفل. الكريمه اللباني هنا ليها وقت؟ في الاخر غلوه هنحط عليها حبه وخلاص. طيب ونقفل. تمام ماشي ماشي زي الفل كده. تمام زي الفل كده خلاص حطينا. تمام اجهز لك الوصفه اللي بعديها قبل ما تغلي. ماشي مفيش مشكله. تمام عشان وقتنا. في ناس بتحب تحط الكريمه ديت عليها دقيق وكده ولبن. بس انا ايه الكريمه خفيفه بتبقى حلوه. الوصفه اللي بعد كده معانا ايه يا شيف؟
ماشي. طاجن السيبيا بالبطاطس والخضار والفلفل الالوان. طاجن السيبيا بالبطاطس والخضار والفلفل الالوان. تمام كده. انا حطيت اهوت الكابوريا زي الغلوه دي. سيبها كده على النار ونيجي نشوف هنعمل ايه في طاجن. تغلي بس شويه، نحط بقى الكريمه ونقفل عليها عشان هي ما تغليش كتير يعني. تمام زي الفل. حضرتك هتشتغل في الحله دي؟ تمام افضها لك. ماشي تمام زي الفل كده. تمام زي الفل كده. شكرا. زي الفل. نقول طب ما قدرنا هنا نيجي نطاجن السيبيا بالبطاطس. تمام. نجيب بطاطس سيبيا هنا، ربع سيبيا زي ما احنا نحب. سيبيا جمبري عليها ماشي، فلفل الوان، طماطم معصوره. طاجن السيبيا بالبطاطس. تمام. المقادير اهي. طاجن سيبيا بالبطاطس عباره عن ايه؟ عايزك تقولي المقادير. بطاطس مكعبات او دواير عادي. تمام. بس انا حبيت اعملها مكعبات عشان دي طاجن، لو صينيه هنعمل كده مدوريات الدواير. تمام تمام زي الفل كده. خضار شبت وبقدونس وكزبره. تمام. في دي ثوم وبصل. بصل وثوم. بصل وثوم. بصل وثوم. وده سيبيا مقطعه، وده فلفل الوان، وطماطم معصوره. تمام زي الفل. نقول هنبدا ازاي بقى ونشوف معانا الماده الدهنيه بتاعت والبهارات العاديه. هجيب غطا الحله دي عشان نغطيها. تمام زي الفل كده يا شيف معاك. ماشي اوكي. الدنيا حلوه وزي الفل. تمام زي الفل كده معاك. نشوف كده احنا هنعمل ايه. ماشي دي شغاله عادي. تمام زي الفل. شغاله؟ طلع لك من النور. اعتبريها اشتغلت اهي من دلوقتي. ماشي اوكي. تمام زي الفل كده. هنحط لها زيت، حبه زيت. الزيت اهو الماده الدهنيه معانا. تمام. يبقى طاجن السيبيا بالبطاطس عباره عن بطاطس، عباره عن بصل وثوم. تمام كده. عباره عن طماطم، معجون طماطم. معجون طماطم، عصير طماطم. عندي فلفل الوان، عندي سيبيا، عندي خضار، عندي الماده الدهنيه بتاعتي الزيت، وعندي البهارات الموجوده عندي. حط البصل كده اللي عندي. تمام زي الفل كده. شوف بس لما ايه يتخن شويه. زي الفل كده. حطينا البصل والثوم. ممكن استنى على الثوم، انا حاطه الثوم قليل على الماده. ممكن تبقى نيه في نيه وتخش الفرن، بس انا عايزه تمام يعني اعملها شويه. هنعملها في طاجن. ماشي. هندخلها الفرن بقى عشان تتحمر. تمام زي الفل كده. طيب ده كفايه؟ ماشي تمام زي الفل. الطاجن بتاعنا سيتحمر شويه. تمام براحتك، خليها شغاله زي الفل كده. دي ما تغليش ليه؟ متغليش؟ لا خلاص لسه هتغلي. لا النار تسخن هتغلي معاك. تمام نشرح. تمام ناخد. طب بقى نستأذنك نروح ناخد تعليقات من صفحة البرنامج. اتفضل. تمام. أستاذة هاجر صديقة البرنامج، صباح الفل عليك يا هاجر. أهلا بيك، بترحب بيك. أهلاً. صديقتنا هاجر. أهلا بيك. وأهلا ببورسعيد كلهم. كل سنة وانت طيبة يا بسملة. كل سنة وانت طيبة بمناسبة عيد ميلادك يا بسملة، وبقول رمضان كريم عليكي يا هاجر. شكرا يا أستاذة هاجر على متابعتك لينا في برنامجنا، برنامج ساعة شهية. بترحب بيك يا شيف وبتقول لك الله ينور عليك للبورسعيدي. الله يهنيك. ربنا يبارك فيك. تمام كده احنا عملنا ايه؟ المادة الدهنية. بس زيت ونسيب، سيبناها تحمر شوية البصل. تمام. والثوم معاها زي الفل. انا راح اشوف كده اخبار السمك معانا ايه. زي الفل كده. تمام الدنيا معاك زي الفل. ده تقريبا بياخد الشوربه دي تاخد وقت معانا قد ايه؟ مفيش حاجه 10 دقايق تخلص خالص. هي تغلي تغلي، هنحط عليها الكريمه اللباني دي معانا او كريمه الطاي، وهنقفل عليها خلاص. خلاص وكده ونغرف وتبقى تبقى حلوه زي الفل. كده. تمام. طريقه طاجن السيبيا بالبطاطس احنا هنشوح كده دلوقتي. شغالين نشرح. تمام. بعد ما تتحمر شويه البصل والثوم هنشوح بقى عليها البصل والبطاطس. انا كده دي طريقه سريعه للسوا، ممكن تبقى نيه في نيه كله تحط على طول، بس انا حبيت ان انا احمر البصل. ممكن احط المقادير دي كلها وادخلها الفرن تستوي. ممكن، ولكن دي عشان الوقت، لو ما عنديش وقت اسوي على النار بعد كده ادخل تاخد شويه ايه، وتبقى حلوه الكل. كمان بتبقى متسبكه كده اكتر يعني. تمام. حلوه زي الفل. بننزل بقى في البدايه بننزل بالبطاطس ولا بننزل بعصير الطماطم؟ البطاطس تتشوح معايا مع البصل. والبهارات بتدي طعم حلو بقى بعد كده. تمام زي الفل. وانزل بقى بالبهارات مع البصل في السخونه كده عشان تتحرك معايا. بتبقى طعمها حلو. تمام. حط لها بابريكا حمرا كده.
تسلم ايدك يا شيف. كمان ربنا يخليك لحضرتك. متشكره ليك. رمضان كريم. ربنا يخليك كل سنه طيب. الدنيا معاك حلوه زي الفل. ربنا يخليك يا رب. طبعا هي ليها سيبي اكتر من طريقه، ممكن تتحمر، ممكن تبقى صينيه. حضرتك انت شغاله تقربي هنا كده شويه. ايوه كده تمام زي الفل. هي كلها يعني هي بس تشويحه، هنحط كل المقادير دلوقتي وهتسيبها بقى كلها تستوي على بعض. تمام زي الفل كده. دي بتاعتنا كمان. ده السيبيا. تتشوح معانا برضو. تمام. زي الفل كده. يبقى كده حطينا المادة الدهنية معانا. اللي هي الزيت. بعد كده نزلنا بالبصل والثوم. تمام. ونزلنا بالبطاطس وعليها بالبطاطس البهارات. بالبطاطس وعليها البهارات. تمام زي الفل. ناخد بقى. الخضار والفلفل يعني كده شويه اللي... خضار تمام زي الفل شويه فلفل كمان طماطم كده معايا اخر حاجه عشان هي هتستوي فيها بقى تمام زي الفل كده وصفه سريعه وبسيطه وسهله جميله تمام وده اختصارا للسوا يعني انا ممكن اشتغل بيها ني في ني وادخلها الفرن تمام أو ممكن بقى دي كده تحطها بقى ايه بقى تستوي شويه فدخلها تتحمر بس ممكن تاخد سواها هنا ثلاث ارباع سوا وبعد كده ادخلها الفرن تنشف معايا شويه وخلاص على كده ممكن نزودها مثلا شوربه ممكن نزودها ميه برده شويه لو البطاطس عايزه سوا هنزودها شويه يعني ونظبط الملح تمام زي كده نغطي ده شويه ونغطي دي كمان برده نسيبها تستوي بقى شويه تمام زي الفل كده السلام عليكم يا ام حنين الحمد لله رب العالمين ما قلنا سمعت يا شريف بس عاده طريقه البسبوسه نعم طريقه البسبوسه البسبوسه انا يا حاضر ام محمد هتجاوبك على احلى طريقه بسبوسه النهارده تمام عايزه تعرفي اي وصفات واكلات من بورسعيد معانا ام حماده النهارده منورانا انا كنت كلمتك اتواصلتي معاك قبل كده وسالتك عن طريقه البسعينة بس انت حضرتك استنيتك لاخر حلقه ما عرفتهاش تمام جداً. زي الفل نجاوبك معلش نقول لك كده انا اسف جدا هنقول لك البشاميل وهنقول لك البسبوسه حاضر عينيا عايزه حاجه تانية يا ام حنين ربنا يبارك في حضرتك وكل وصفاتنا يا ام حنين بتنزل على صفحه برنامجنا بعد الحلقه مباشره او ساعه او ساعتين بالكثير بعد انتهاء الحلقه بتنزل كل المقادير وكل الوصفات والحلقه بتترفع على اليوتيوب بتقدري تراجعيها تمام وانا متاسف لك جدا وهيتابعك معد البرنامج دلوقتي اللي انت عايزاه هيقول لك عليه تمام وانا متشكر جدا جدا لمتابعتك لينا يا ام حنين تمام عشان ام حنين ما تزعلش دلوقتي تقولي لها البشاميل وتقولي لها البسبوسه هنوقف الشغل يا ام حنين ونقول لك البسبوسه والبشاميل لا البشاميل سهل جدا معلقتين سمنه تسخنيهم يعني وتوطي النار عليهم شويه معلقتين دقيق وتقلبيهم يعني على نار هاديه وتنزلي عليهم بعد كده بالشرب نص شوربه ونص لبن تمام وتقلبيها ملح وفلفل وتقلبي على نار هاديه وبالمضرب بقى السلك بتاعك ممكن كمان من غير ما تحتاجيش اي حاجه وتوطي عليه النار تغلي بس وتقومي قافله دي البشاميل خلاص زي الفل كده بكون سلق عندي المكرونه مع الصاله اللحمه اخد رق ورق ورق بس كده وفي الاخر احط جبنه موتزاريلا وادخلها ممكن تمام زي الفل احلى وصفه بشاميل ليكي سهلة جدا. يا ام حنين تمام وصفه خفيفه كده ممكن تحط كمان على البشاميل الجبنه واي حاجه او الكريمه برضو دي مع البشاميل بتبقى جميله جدا لا والله والله تمام زي الفل بكلم المعد تمام زي الفل كده نقول وصفه خفيفه للبسبوسه وصفه تجيبي دي سميد معاكي وزبديه وسكر معاها وجوز هند وتعمليهم مع بعض تعجنيهم مع بعض وتحطيها مع سمنه سايحه تمام زي الفل وتعمليها في الصينيه تبططيها وبعد كده ما تطلع من الفرن تسيبها تبرد وتحطي عليها السيرب بتاعها اللي انت حاطاه مثلا اللي هو مع كوبايتين سكر مع كوبايه ميه ونص ليمونه ده طبعا بيتعمل في البيت ده السر بتاع وتحطيها ما تبرد بس شويه تمام زي الفل كده اي خدمه يا ام حنين عيننا ليك البسبوسه يعني هي سهله وصعبه اقول لك سهله ليه
سهله لان هي مكوناتها بسيطه وكلها على بعض. صعبه ليه؟ لما كل شيف له طريقه فيها وكل شيف له مقادير فيها، وهي الدقيق بتاعها لما بنقعد نعجن فيه كتير. اهم ملحوظه ان انت ما تقعديش تعجني في البسبوسه كتير، لان لما بتعجني في دقيق البسبوسه كتير بينشف معاك ويلبك، وتيجي تدخليه النار ينشف وتقابلنا المشاكل كلها. اولا تطلع البسبوسه ناشفه، ثانيا ما تقدرش تشرب السريب بتاعها او الشربات بتاعها، فبتقابلنا فيها مشاكل كتيره. فاحنا زي ما حضرتك قلت هنجيب علبه زبادي، تمام، عشان تبقى طريه. هنجيب مقابلها هنملأ نفس علبة الزبادي لبن، وهنضيف اللبن على الزبادي، وبعد كده هجيب سميد البسبوسة طبعا في اكياس جاهزة، هجيب نص كيلو 500 جرام بالتحديد، تمام، للمقدار اللي معايا ده. حط عليه رشة فانيليا، حط عليه بشر برتقال، اي طعم انت عايزه يا، تمام، زي الفل كده. هجيب نفس مقدار علبة الزبادي دي سمنة، نفس مقدار علبة الزبادي دي، لا زي الفل، نفس علبة المقدار الزبادي دي سمنة. بخلط السمنة على البسبوسة الأول، بغلف بيها مسام السميد بتاعي اللي هو الدقيق، وبعد كده بجيب اللبن والزبادي بقلبهم، ودي وصفة وبسيطة وسهلة، وبفرد في الصينية وبتبقى الدنيا معاك حلوة وزي الفل. في طرق تانية نزلناها كتيرة على صفحة برنامجنا، برنامج ساعة شهية، وأنا عملت اكتر من مره بسبوسه، وعملنا كتير وصفات بسبوسه، وكانت معانا الشيف صابرين عملت بسبوسه، واللورد عمل بسبوسه. البسبوسه مليانه في برنامج ساعه شهيه، عملنا ليها حلقات كتيره، وانا تحت امرك يا ام حنين. خشي على الصفحه في اي وقت، هات الوصفه اللي انت عايزاها، وانا متشكر ليك جدا يا ام حنين. كده تمام، بقى زي الفل كده. طبعا في بيحطوا من الاول دقيق، يعني ناس تمام يعني زي دقيق مع لبن وعليها الكريمه، بس انا بفضل كده الكريمه، هي النهارده عندنا يوم البحريات العالمي. تمام، الشيف ام محمد حماده جايه لنا من بورسعيد مخصوصا عشان تعمل اكلات بحريه بورسعيديه. كل سنه طيبين وانت طيبه. بس هي تغلي بقى وخلاص، تبقى جاهزه على التقديم كده. خلاص تمام كده، خلاص هي كده، خلاص كده هنقدم. هتغلي شويه بس غلوه كده وخلاص. تمام زي الفل، غلوه واحده. طب ايه رايك نشرحها كده على السريع، احنا عملناها ازاي؟ حطينا معلقه زبده او سمنه صفراء مثلا، وحطينا عليها البكلاويز بتاعنا والجمبري المقشر يعني اي حاجه بحريه عندك، ممكن سيبيا، بس هي دي مكونات سمك فيليه لو عايزه مثلا، ممكن برضو كابوريا. يعني كل الطريقه واحده ولكن المكونات تختلف. ممكن اغير وابدل برضو. انت ممكن تحط اللي انت عايزه. تمام زي ماشي بس حطيتها وحطيت عليها شوربه سمك معايا. لو ما عندكيش شوربه سمك دي ممكن تغلي كابوريا او تغلي سمك معاكي او كده، او عندك شوربه سمك جاهزه تحطيها، او ميه لو ممكن، وملح وفلفل اسود، وتحطي الميه دي كنت فيها كرفس وتكون فيها جزر مقطع، وتحطيها على المكونات دي وتسيبها تغلي معاها تستوي شويه. وحطيت برضو صوابع كابوريا مقطعه معاها، وفي الاخر بعد ما غلت اخر حاجه خالص حطيت عليها الكريمه الطهي بتاعي. تمام زي الفل، تغلي بقى خلاص وجاهزه على التقديم. تمام، عندنا طاجن السيبيا بالبطاطس. انا حطيته وبيغلي خلاص، يعني ايه هو يستوي كده. وصفته كده على السريع برضو نشرحها. انا حطيت برضو هنا زيت، وحطيت فيه البصل والثوم، ويعني سبتها شويه لما يتبلوا كده، وبعدين حطيت عليهم البطاطس والبهارات بتاعتنا، ملح وفلفل وبابريكا حمراء، وحطيت فلفل الوان وكرفس وشبت وبقدونس، كل حاجه خضروات فيها، وصلصه طماطم مع السيبيا، وبتغلي هي دلوقتي هتستوي يعني خلاص، وتخش الفرن ممكن عشان تتحمر وشها وتنشف شويه. تمام زي الفل. بس ايه رايكم نطلع لفاصل ولا ايه؟ ناخد فاصل. ماشي براحت حضرتك. ناخد فاصل. ناخد فاصل وبعدين نرجع معاكم نواصل، اوعوا تروحوا بعيد. تمام، رجعنا بعد الفاصل نواصل معاكم ومع الشيف ام محمد حماده، وبنقول لها نورت يا شيف مره ثانيه. تمام، اكلات بورسعيديه جميله. خلاص كده الشوربه جاهزت. كده تمام. نغرفها زي الفل. نغرف وحضرتك تغرفي الطاجن ماشي السيبيا بالبطاطس عشان يدخل الفرن. ايه راي حضرتك؟ تمام زي الفل. هغرف انا هنا كده الكابوريا يا شيف ان شاء الله. ممكن اجيب لك نطلع بالمسك. تمام زي الفل كده. الكابوريا بتاعتنا اهي. تمام، نغرف الاول وبعدين نطلع الكابوريا.
تمام زي الفل كده. تمام كده زي الفل. كابوريايه كده زي الفل كده يا شيخ. بس كده حط عليه بس رشه زيت كده على الوش خفيفه. تمام دي الكابوريا بتاعتنا يعتبر اول طبق جاهز. تمام زي الفل. وندخل ده الفرن. تمام زي الفل. يلا على الفرن اهو. سمك السنجاري كده خلاص ولا نسيبه شويه يا شيخ؟ نشوفه كده. ثواني بس كده. تمام زي الفل براحتك. لانه بيبض اللحمه بيبض. يخلص براحتك. هنعمل ايه دلوقتي كده؟ هنعمل رز بالجمبري. طب يلا ننزل بمقادير الرز بالجمبري. ونحط برده هنا. تمام زي الفل. ننزل بمقادير الرز بالجمبري. نقول يا شيف المقادير عباره عن ايه مع بعض كده؟ معلقتين مثلا، معلقتين زيت. تمام زي الفل كده. بصل مقطع ومفروم زي الفل. طبعا هنعمله اصفر. هتنزل امام حضراتكم. هعمله اصفر في الشاشه. في رز في احمر وفي اصفر بس انا اخترت النهارده الايه؟ تمام زي الفل. هعمل اصفر عشان هحط معاه فلفل الوان في الاخر. زي الفل كده يا شيف. البصل بس مستوي شويه. تمام والمقادير على الهوا. نقول يا شيف بعد اذنك المقادير. معلقتين زيت كبار. تمام وبصله مقطعه او مفرومه يعني زي ما نحب. تمام المقادير واضحه امام حضراتكم على الهوا. رز بالجمبري والزعفران، نص كيلو رز، ربع كيلو جمبري، بصله مفرومه، فلفل الوان، ملح وفلفل اسود، وبهارات اللي موجوده عندنا. تمام كده قلنا المقادير. نرجع مع الشيف للتحضير يا جماعه ونشوف الدنيا معاها ايه. حطينا الجمبري ومع البهارات بتاعته. تمام زي الفل كده. فلفل اسود موجود، نص كيلو رز. هقول المقادير مره ثانيه. ربع كيلو جمبري، بصله مفرومه، فلفل الوان، ملح وفلفل اسمر، وبهارات. تمام تمام زي الفل كده. حطينا عليها الجمبري بهاراته، ممكن حبهان لو عايزين برضو. عندنا حد بيسال عن الزعفران. الزعفران ده عباره عن ايه؟ هي بودره زعفران، ممكن اصفر برضو، بيدي لون. تمام وبيبقى حلو برضو زي الكركم او الكاري. هو نوع من انواع البهارات زي الكركم زي الكاري. بيدي لون حلو برضو. زي الفل زي الفل كده. هو الزعفران ده نوع من انواع البهارات يا جماعه. تمام زي الكاري، بيديني لون، بيديني لون اصفر زي الكاري زي الكركم. تمام زي الفل. طبعا دي سهله، طريقه سهله للرز، وتكون غاليه ميه. انا بغلي ميه للرز. تمام الميه عندي بتكون سخنه. مغليه. تمام ماشي كده. رز كده تمام زي الفل. زودي خلي الناس. طيب خلاص تمام. ما شاء الله عليك. عملت لك الرز كله اهو. اي خدمه. رز بالجمبري. تمام زي الفل كده. تسلم ايدك. شوربه السي فود. المقادير الواضحه امامكم على الهواء اهي يا جماعه. طبعا هو الجمبري ما بياخدش وقت عشان كده حطيت عليه مقاديره على طول. تمام هو ما بياخدش وقت في السوا يعني. على تمام. طول مع سوا الرز زي الفل. هنجيب الميه. ماشي اتفضل. ماشي تمام. بسم الله كده. الرز بالجمبري بطريقه بسيطه وسهله. حطينا الماده الدهنيه بتاعته سواء الزيت او السمنه. تمام وبعد كده حطينا البصله والجمبري، شوحناهم مع بعض. تمام وبعد كده نزلنا بايه؟ بالفلفل الالوان ولا نزلنا بالرز؟ لسه الفلفل الالوان. نزلنا بالرز. بالرز وحبهان معانا، حبهان والبهارات بتاعها. تمام زي الفل كده. ونزلنا بالبهارات بتاعتنا، بودره الزعفران والملح. كركم وكاري لو عايزينه. تمام زي الفل يعني. كده عشان يدي طعم حلو. خلاص كده ده تمام. دي حلوه كده. انا هستنى لما يغلي بس كده واقوم ضايفه الفلفل الالوان عشان هو ايه اخر حاجه ده. زي الفل مع بعض على الوش. زي الفل كده. نغطيه كده شويه.
ولا ايه شويه؟ ماشي، بس يتشرب عشان تمام. هيزود ميه كده تاني ولا حاجه ولا كده؟ لا كده خلاص، كده مظبوط، كده تمام، مش هيطلع حلو. ماشي، بس تمام زي الفل. نغطيه شويه كده، اول ما يتشرب بقى نقوم حاطين عليه الفلفل الايه، دقيقه واحده يعني. طب نروح للسلطه بقى بالمره عشان وقتنا. ماشي، نروح نعمل السلطه يا جماعه. سلطه ايه اللي هنعملها النهارده؟ سلطه كابوريا. سلطه كابوريا، صوابع كابوريا بالذره الحلوه والكاتشب والمايونيز. تمام، نجيب بوله برضو زي الفل كده. تمام زي الفل كده. اول حاجه هنجيب ايه، معلقه. تمام، ننزل بمقادير السلطه يا جماعه. تمام زي الفل كده. نشوف هنعمل ايه كده. 3 مايونيز، 3 معالق مايونيز. تمام، و 3 كاتشب، 3 معالق كاتشب. تمام زي الفل كده. حط ملح وفلفل. تمام زي الفل، ملح وفلفل، فلفل اسود. تمام، يبقى طب ننزل بمقاديرها يا جماعه. تمام، ثلاث معالق كاتشب، طلع ثلاث معالق مايونيز. مش عارف يعني، صايم بقى. بقول لك صايم بقى كده. شيء تمام. سلطة الكابوريا اهي، اللي هياكل كابوريا. سلطة كابوريا، انت صايم صح؟ تمام، عبارة عن، طيب نقول المقادير يا شيف عبارة عن ايه؟ والمقادير واضحة امام حضراتكم على الهواء اهي يا جماعة. 3 معالق مايونيز، و3 كاتشب، فلفل وملح، وذرة. يا قدرة لسه في الاخر، هنحط دلوقتي الكابوريا هنا عليها. ما احنا بنقول مجمل المقادير. نحط الكابوريا كده عليها. تمام زي الفل كده. تمام تمام زي الفل كده. يبقى الكاتشب مع المايونيز مع البهار بتاعي. تمام، نشوف الرز كده اخباره ايه، هياخد الفلفل الوان ولا ايه؟ تمام زي الفل كده. خليه مش هنكتر يعني ايه، عشان ده هيستوي في الاخر. هنوطي بس على الرز شويه، نوطي على الرز. الميه كده احنا محتاجينها هنا؟ لا خلاص، خلاص زي الفل. نشيل ميتنا من هنا. تمام زي الفل، نوطي بس على الرز. نوطي على الرز، نسيبه يستوي شويه مع كل الحاجات دي. تمام زي الفل كده. هات الرز ونرجع لسلطتنا نشوف اخبارها ايه النهارده. تمام، نحط عليها برضو فلفل الوان معاها. هنجيب بقى الخس اللي احنا عاملينه، خس الكابوتشا. تمام زي الفل كده. تمام، الذره دي في الاخر بنزين بيها كده. السلطه دي حلوه، ويعني ممكن كمان للرجيم والدايت والسحور. تمام زي الفل، حلوه. مايونيز وكاتشب وكابوريا، حبه فلفل. تمام بقى كده معروفه، وخاصة على الخاص معانا. تمام، في رمضان طبعا بنشتاق للخضروات دي. حلوه برضه الاكل، اليوم صايم الواحد طول اليوم صايم، فمحتاج بقى يعوض بالخضار والميه والشوربه. هنقطع ده، احنا بقى نجيب الذره الحلوه، يبقى هي كده معاها التزيين. ده هنجرنش بيه صح؟ بيضة، بيض مسلوق. ايه رأيك؟ بس هي كده تمام. تمام، النار واطية هنا هشيل الرز. كده النار كده تمام على الرز، واطية وزي الفل. بس خلاص تمام زي خلاص. تمام ماشي زي الفل كده. مكان ايه؟ نحط كده، ممكن نحط شبت او خضرة كده في النص عليها عادي.
تمام زي الفل. ممكن بقى زينا لو عندي طماطم عايزه. ممكن انت بقى. تمام زي الفل. وتنزل بمقاديرها على الهواء. نقول بقى المقادير في المجمل عباره عن ايه؟ المقادير السلطه. تمام زي الفل كده. خاصه كابوتشا تحت وانا ما قطعتوش، ممكن تقطعه لو انت عايز. تمام زي الفل كده. كابوريا صوابع مقطعه، اللحم الكابوريا مخلي ده يعني صوابع. تمام. وعليه الثلاثه مايونيز، ثلاثه كاتشب مع بعض، فلفل وملح، ويتحط فيهم الكابوريا ويتقلب على الحط يعني، يتقدم مع الخس خلاص، وتزين بقى عليه بالذره الحلوه والبيض المسلوق. تمام زي الفل. ممكن تاكله بعيش محمص ممكن لو عايز كده يعني. ايدك يا شيخ. تسلم حضرتك. تمام كده احنا معانا الرز على النار. طب نشوف السمك اكيد بقى كده يطلع. كده السمك. تمام خلاص. شوف كده ادي الكابوريا وادي السلطه بتاعتنا. تمام زي الفل. نشوف كده ايه السمك، نطلع السمك. انت عايزه؟ خلاص كده استوى زي الفل كده. ادي السمك بتاعنا. خلاص كده استوى. نقدمه كده بالصاج ولا نجيب طاجن؟ لا براحتك بقى. تمام زي الفل كده يا جماعه. نشيل برده كده من الورقه الفويل بتاعه. نسحب كده. هي كده سهله برده. اوكي كده حتى في تقديمتها تبقى سهله. تبقى سهله. على مهلك. عشان هي لازقه من هنا. نرفع نرفع كده اهو. تمام. هي انا شايف ان هي مش محتاجه جرنشه صح كده؟ لا هي حلوه شكلها شيك زي الفل كده. شكلها ايه ممتاز ورائع. ايه رايك كده؟ اكسر عندك توريا نكسر؟ عارفها عارفها. ايوه صح توريا ولا فاس؟ تمام زي الفل كده. ومعانا الرز بالجمبري قد ايه ما شاء الله. انت سريعه الله ربنا يبارك فيك. والاكلات لا حلوه وجميله وسهله. والرز خلاص هيستوي خلاص. تمام زي الفل كده. لا احنا هنطلع لفاصل. اتفضل. تمام وبعدين نرجع بقى لايه؟ كحك والبسكوت بقى والقرصه. طب نشوف الطاجن اللي معانا في الفرن هيطلع دلوقتي. تمام. لا مش بمزاجكم. تمام نشوفه كده ولا لسه شويه؟ لو معانا وقت نخليه. خلاص هو مستوي بس هيتحمر الوش. تمام بس زي الفل. وانا سويته على البوتاجاز يعني كده. تمام. هو كده استوى خلاص. زي ما تستوى تبقى خلاص. تستوي ما تاخدش وقت بس. يعني هو كده استوى. لا عايز تنشف الصلصه تنشف شويه وتسيبه لو عايزه بصلصه. تمام هتبقى كده. يعني انا كده ايه معايا ان انا انشفه شويه. ومعايا ان انا اطلعه كده. في ناس بتحب الصلصه وفي ناس بتحب. في ناس بتحب كده. تمام مش مشكله. تمام زي الفل كده. تمام زي الفل كده يا شيخ. طب والسمك السنجاري واضح للساده المشاهدين. تمام زي الفل. تمام. المقادير واضحه امام حضراتكم على الهواء. والشيف هتشرح بسرعه هي عملت ايه. والرز بقى نقلبه بس شويه عشان ايه. تمام زي الفل كده يا شيف. الرز ازاي نشرح كده بقى ايه السمك خلاص. تمام زي الفل. تمام زي الفل. تمام زي الفل كده. طيب عبل ما السمك عبل ما الرز يستوي نروح لفاصل. اتفضل. عشان نرجع بايه بقى؟ باجواء العيد وكحك العيد والدنيا الحلوه دي. فاصل وبعدين نرجع لواصل مع اول فقره في مهرجان العيد الكحك والبسكوت. انتظرونا اوعوا تروحوا بعيد. ورجعنا بقى زي ما انت ورجعنا بعد الفاصل معاكم نواصل في اولى فقرات مهرجان كحك العيد مع الشيف رائد ابن النيل والشيف ام محمد حماده اللي تقدم لنا وصفات بسيطه وسهله عن كحك العيد. بنقول لك كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيب يا رب. كل المشاهدين بخير يا رب. امين يا رب. هنعمل ايه النهارده؟ طبعا هنعمل كحك ومحشي عجوه. طبعا الكحك له مقادير كتير وليه اشكال كتير واصناف كتير وكل واحد يمتاز بمقاديره. عايزك تيجي هنا نبداي. طيب احنا كده غرفنا الرز يا جماعه. تمام نشيل كده عشان نوسع للشيف. تمام زي الفل كده ماشي. يا ريت كده ايه نجيب هنا الاول قبل ما نبدا في الكحك نيجي للرز كده نوري للساده المشاهدين. احنا غرفنا الرز اهو. تمام زي الفل اهو. الرز كده يا جماعه هيظهر معاكم على الهواء دلوقتي. تمام زي الفل اهو. تمام هنا ادي الدقيق بتاعنا. تمام ادي الرز واضح امام حضراتكم بعد ما غرفناه على اهو. تمام زي الفل. تمام كده
ده الرز معانا. تعالوا بقى نرجع نشوف موضوع كحك عيد. ده رز بالجمبري. تعالوا في الالوان. تمام. رز بالجمبري والزعفران وفلفل الالوان وزي الفل كده معاكم. تمام. نشوف مقادير الكحك بقى. يلا يا جماعه. تمام. احنا دلوقتي تعالوا وبعدين نبقى نعرض كده ايه في الاخر. تمام. يلا كده. تمام زي الفل كده. اخدنا هنا كوبايه دقيق. تمام زي الفل كده. كوبايتين دقيق. كوبايتين دقيق معانا. تمام. دي بالنسبه لمقادير الكحك. الكوبايه اللي انت مثلا تستخدمي بيها تستخدمي كل حاجه. يعني هنعربيها مثلا الفل هنا كده. يبقى مثلا نعرف للساده المشاهدين الكوبايه الكوب ده الشوب ده اللي احنا عيرنا بيه الدقيق. هنستخدمه بقى في كل حاجه. هنستخدمه في السمنه. ذره ملح زي الفل كده. مش نحط المكونات الجافه كلها على بعض. تمام زي الفل. يعني هتاخد دقيق معلقه بيكنج باودر. بيكنج باودر معانا. يبقى معلقتين دقيق. اتنين كوب دقيق. اتنين كوبايه دقيق. اتنين كوب دقيق. معلقه بيكنج باودر. رشه ملح. تمام. معلقه بيكنج باودر. اتنين سمسم. معلقتين سمسم. معلقتين سمسم. في ناس بتحبه متحمص بس انا برضو عملته ابيض لان ده نوع نضيف ويبقى حلو. هو كده كده بيتحمص مع مع الكحك في الفرن. تمام زي الفل كده. هنحط هنا برضو رشه سكر. سكر. تمام. معلقه روح كحك. ريح كحك او تحويج الكحك من عند العطار بتيجي يا جماعه. دي الحاجات اللي هي الجافه مع بعض زي الفل كده. خلاص حطيناها. نعيد بقى تاني. احنا عملنا ايه؟ كوبايتين دقيق. كوبايتين دقيق اهي. نفس الكوب ده الشوب. تمام. معلقتين سمسم. معلقه بيكنج باودر. تمام. اتنين روح كحك او ريحه كحك يعني عادي من عند العطار. تمام زي الفل كده. رشه ملح ورشه سكر. تمام زي الفل كده. هنيجي بقى نحط السمنه. نص المقدار. نص المقدار. كوبايتين دقيق يبقى كوب عندي سمنه. نعجن برده كده ونشوف. تمام. هتوصل يعني ايه؟ كده. تمام. مقادير الكحك واضحه امام حضراتكم على الهواء يا جماعه اهيت. يا ريت نصورها او نكتبها. نعم. وبعد يعني كميه قليله برنامج طبعا اللي تنزل على صفحه بقى. برنامجنا. تمام. بتضعفي لو انت عايزه كميه كبيره تضعفي المقادير دي مع بعض. اهم حاجه ايه؟ تبسي كده الكحك. اهم شيء بقى البسه بتاع الكحك. بس مش قوي عشان ما يعملش عرق في بعد كده. لازم بس نلم يعني كده نلم ايدينا زي الفل. كل ما يعمل عرق كل ما يبقى فيه صعوبه. اوحش. تمام. خلاص يعني حاجه بسيطه. والسمنه على فكره تبقى سايحه. في ناس بتقدحها وكده. لا مش حلو. انا هزود برده كده. تمام. هو في دقيق بياخد سمنه كتير وفي برده دقيق ايه حسب نوعيه الدقيق اللي انا شغال بيه. هو كده كمان اخدش يعني ايه. تمام زي الفل. ممكن نزود الرشه بس عشان نمسك معانا شويه. لو بتحبوه ناعم تزودوا السمنه. لو كده في ايديا انا في ايديا ان انا اقلل السمنه او ازود السمنه. هي خلاص هو مش محتاج. هو الدقيق حلو فاخد سمنه يعني ايه مظبوطه يعني. تمام. هو كده يبقى ناعم وحلو. في بقى دقيق بيبقى محتاج لبن وكده ما تحطيش ميه. احنا نحط اللبن دافي. لو احتاج نعجن باللبن الدافي. تمام زي الفل. بنلم كده العجينه. خلاص. تمام زي الفل. بتقعد بقى تستريح العجينه بتاعتك. ساعه ساعتين ثلاثه ممكن. بتاخد لبن بتاخد ميه بتاخد. لا اذا كانت ناشفه انت مثلا ايه خلاص هي كده طريه. بنجربها مثلا كده بايدينا ملمسها. انت كده خلاص هي ايه طريه وحلوه. تمام. مش محتاجه بقى حاجه. خلاص مش محتاجه كده بقى حاجه. تمام زي الفل. هي دي العجينه اللي اتعمل منها الكحك ده يا جماعه. طبعا عشان وقتنا اهو. تمام. يا ريت نقرب على الكحك بتاعنا اهو. كمان هي الشيف قالت عشان وقت البرنامج طالما هنعمل اكل وهنعمل كحك انا هجهز الكحك وهعجن قدام المشاهدين على الهواء. تمام بس زي الشيف بقى كده. تمام ده الكحك بتاعنا. تمام بس هو الكحك في ناس كتيره في معلومه الكحك بيستوي من تحت ما احمر من تحت يطلع ينشف بره ويترص بقى في الاطباق. تمام. ما تستناش من فوق. لا ما تستناش. طب لو حد بيحبه محمص وعايز ياكله كحك لا هو بس يتحمر من تحت يبقى حلو. هيبقى حلو يبقى كده. عشان هيبقى ناعم حلو معاك. انما لو استويت فوق اتحرق بقى خلاص مش زي الفل كده. تمام دي علامه يعني السوا بتاعه. تمام زي الفل بس كده. مقادير الكحك معاكم امام حضراتكم على الهواء اهيت يا جماعه. تمام. قبل ما تكتبوها وتصوروها هنحتاج نروح لفاصل وبعدين نرجع معاكم نواصل. ايه رايكم؟ ورجعنا بعد الفاصل. ولكن قبل ما نروح للكحك نروح لبعد ما طلعناه من الفرن طاجن سيبيا بالبطاطس. تمام هو ده يا ريت نعرضه للساده المشاهدين.
على الهواء يا جماعه. الطواجن السيب البطاطس ده بعد ما طلع من الفرن تمام اهو قدامكم والمقادير امام حضراتكم على الهواء تمام زي الفل كده. المقادير لسه واضحه على الهواء امام حضراتكم تمام زي الفل كده تمام. نصور او نكتب المقادير يا جماعه، اللي يلحق يكتب واللي يلحق يصور، واللي ما يلحقش لده ولا ده ويركز معانا في التحضير هيلاقي المقادير موجوده على صفحه البرنامج بعد انتهاء البرنامج تقريبا بساعه من انتهاء البرنامج تمام. وديت طاجن سيبيا بالبطاطس على الطريقه البورسعيديه من الشيف ام محمد حماده تمام. كده نعمل ايه بقى؟ هنا بقى القرصه الصفراء. القرصه الصفراء القرصه الصفراء ديت اللي احنا بنسميها المحوجه. دي المحوجه وبورسعيد بنقول عليها القرصه الصفراء. بالحبه السوداء او مكسرات يعني. المحوجه او القرصه الصفراء ننزل بمقاديرها يا جماعه. حاطين كوبايتين دقيق هنا عندنا برضه. كوبايتين تمام زي الفل. القرصه الصفراء بالحبه السوداء مفيش مشكله تمام. او المحوجه. كوبايه سكر تمام. المقادير امام حضراتكم على الهواء، 2 كوب دقيق، معلقه سمسم، كوبايه سكر. كوبايه سكر تمام زي الفل كده. 2 معلقه دي معلقه بيكنج باودر تمام، معلقه بيكنج باودر. خلاص نمشي مع الشيف واحده واحده نشوف هي هتحط ازاي. حطيتي 2 معلقه 2 كوب دقيق تمام، وحطينا معلقتين سكر، وحطينا معلقتين سمسم، وحطينا معلقه بيكنج باودر تمام. التحويجه بقى بتاعتنا. التحويجه دي عباره عن ايه؟ هي تحويجه قرصه من عند العطار يعني. بتيجي كده اسمها تحويجه قرصه. تمام زي الفل كده. فيها حلبه مطحونه ممكن عادي يعني، زي تحويجه المغاد بالظبط يعني. زي تحويجه المغاد اكيد عليها حلبه مطحونه تمام زي الفل. ممكن تقول له ما يحطلكش حلبه مطحونه العطار يعني. تمام يعني هي بتيجي كده من عند العطار اسمها تحويجه القرصه. تحويجه القرصه الصفراء. يبقى برده كركم عليها باللون عشان اللون، وتبقى عليها بهارات يعني. تمام زي الفل. وبتاخد عسل اسود، حط جوز الهند رشه كده يعني. تمام زي الفل. جوز الهند معاها. خلاص بقى حطينا السكر خلاص تمام. هنعجنها بقى بالزيت. بالزيت. وبتاخد طبعا حبه البركه. حبه البركه بس ايه في الاخر. ممكن تحط مكسرات على الوش بدل حبه البركه. تمام زي الفل. يعني ممكن مكسرات وممكن حبه البركه. بعجنها كده كل المقادير على بعضها وبعجنها بزيت. تمام. بتاخد لبن معايا؟ بتاخد ميه؟ بتاخد اي حاجه؟ لا 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 تمام. هي ما بتبقاش عجينه، هي بتبقى زي البسبوسه بقى كده. تمام زي الفل كده. هي كده يعني، ما تبقاش يعني زي اللي عملناه الكحك، لا ما تبقاش ملمومه يعني، قصدي ان هي تبقى كده. تمام زي الفل كده، زي طرط كده. زي طرط السبريد بيبقى ناشفه كده شويه. تمام. تمام زي الفل كده يا شيف. كده كل المكونات تختلط بعضها. تمام زي الفل. لو احتاجنا حبه زيت مثلا ممكن نحط. تمام. بقدر ما تلم العجينه معايا. هي مش هتلم، هي هتبقى كده برضو. هي بتبقى مفروله كده. هي مفروله كده، بتبقى مفروله كده. وبرصها في في ديسك في صينيه عندي، تدخل في الصينيه بقى. تسوي على النار. تمام. اي طرط عندي موجود. تاخد عسل اسود في الاخر بقى. ايوه كده قبل ما نيجي نحطها. تمام. هنحط لها ايه؟ في ناس بتحب عسل وبرضو ما في ناس ما تحبش. تمام. العسل بس عشان يمسكها وتبقى يعني حلوه ماسكه في بعض. زي الفل كده. تسلم ايدك يا شيف. معانا لسه وصفه برضو، وصفه البسكوت ان شاء الله. تمام زي الفل كده. ممكن تدهنها او ممكن ما تدهنهاش الصينيه عادي يعني. ممكن نحط زيت أو ممكن نقطه بسيطه وندهنها. تمام. يكون ده الافضل لاي حد مبتدئ ولسه ايه هيعملها. فرشه او تمام. حاجه زي الفل كده. بص حضرتك هي كده نظام. هي كده مبسوسه كده. تمام زي الفل كده. ما تبقاش عجينه هي. وتساوي نساوي الطروف. هي بتبقى دايما تبقى رقيقه احلى من التخينه يعني. تمام نحاول ان احنا ايه نرققها في ايدينا بقى، ان احنا نخليها تخينه او رقيقه او حسب ال تاخد في الفرن قد ايه كده؟ تستوي في الفرن قد ايه؟ ما فيش ربع ساعه اقل كمان. احنا ناخد بالنا لان بتستوي على طول، نعرف ازاي نستوت الجناب ده. تستوى بتحمر الجناب، بس الجناب بتحمر يبقى كده نطلعها تنشف ونقطعها. تمام زي الفل كده.
انا كده هنسويها وندخلها الفرن عبل ما الشيف تسويها. احنا بقى هنحط الحبه السوداء او المكسرات على الوش. حب الحبه السوداء اهي تمام. هنجيب بس السكينة رفيعة. السكينة تحطها مثلا. شكرا. طيب خلاص ماشي. عبل ما تجهزيها في ال تقطعيها تقطع قبل ما تدخل الفرن عشان هتنشف بعد كده. تمام زي الفل. تمام قبل ما نقطعها وندخلها الفرن يا ريت نروح لفاصل ونيجي لاخر حاجه معانا البسكوت. ورجعنا بعد الفاصل معاكم ومع الشيف ام محمد حماده نواصل. تمام دلوقتي وصلنا لاخر تقريبا فقره معانا. تمام زي الفل اللي هي البسكوت. تمام طب نوري للساده المشاهدين القرصه الصفراء قبل ما نبدا في البسكوت. ادي يا جماعه القرصه الصفراء يا ريت نجيب عليها وننزل بمقاديرها. تمام زي الفل كده اهي القرصه الصفراء او المحوجه معاكم يا جماعه. تمام زي الفل. تمام سكر بودره ولا سكر عادي؟ تمام زي الفل كده زي الفل اهي لسه المقادير امام حضراتكم على الهواء. تمام زي الفل كده. تمام تمام زي الفل. نبدا بقى كده بالبسكوت ونشرح كده واحده واحده احنا هنعمل ايه. تمام زي الفل. بيضه مثلا عشان نعمل الكميه. بيضه تمام. لو هكتر في الدقيقه ازود البيض. ازود البيض ماشي. يعني انا دلوقتي هعمل مقدار قد ايه؟ فانيليا بيكنج باودر وفانيليا. تمام انا هعمل كوبايتين بس بيكنج باودر وفانيليا. تمام زي الفل. وفانيليا مع بعض. تمام زي الفل كده خلاص. والسمنه بتاعتي مثلا نص كوبايه مبدئيا. نص كوبايه سمنه على البيضه والفانيليا. تمام زي الفل كده. المقادير مقادير البسكوت تمام مع حضراتكم على الهواء. تمام كده بحط السمنه تمام وبحط البيضه. لو احتاجنا سمنه كمان هنزود يعني. تمام زي الفل كده. تمام طبعا ممكن نحط جوز هند ريحه برتقال عندنا برده. تمام زي الفل كده. السكر تمام ونحط السكر عليه سكر. تمام ممكن فانيليا ممكن نروح كحك اي روايح اللي انا عايز احطها. تمام او شوكولاته برضو. ما يجي بقى نحط بقى العجينه هنحط شوكولاته هنحط كده جوز هند. ده بعد العجينه بقى. في العجينه. في العجينه تمام زي الفل كده. فانا كده بضرب واحده واحده كده. انا عملت ايه نشرح كده عملنا ايه. حطينا ضربنا البيضه مع سكر مع فانيليا مع بودر مع سكر بودره. تمام نزود عليها الدقيق بتاعنا. تمام قد ايه بقى دقيق معانا؟ هنحط المقادير لسه واضحه امام حضراتكم على الهواء يا جماعه. مقادير البسكوت 3 كوب دقيق تمام كوب ونص سمنه نص كوب لبن بيضه روح البرتقال او الفانيليا او روح الجوز الهند وبعد كده بشكل بالكاكاو. تمام زي الفل كده يا جماعه. دي مقادير هي روح او ريحه. هو في الاصل روح الاسانس يعني اسانس. تمام عشان تبقى ريحتها يعني تدي ريحه. ممكن عصير برتقال ممكن تنج ممكن لا ده عبد الحليم بودر. لا عادي زي الفل كده. انتوا عايزين اترفض صح؟ تمام زي الفل كده. دي مقادير البسكوت على طريقة الشيف أم محمد حمادة اللي نورتنا النهاردة. ربنا يبارك فيكي. وأنا بصراحة يعني متشكر جدا لمجيئك. تمام ما شاء الله عليكي. ربنا يبارك فيك. هنزود نعجن اللبن برضو. تمام زي الفل كده. عايزك كنتي شغالة كده بقى توجهي لنا كلمة للسادة المشاهدين بمناسبة العيد بقى ورمضان. كل سنة وانتم طيبين عشان معانا دقيقتين وبعد كده نختم. وانت بتعجيني برضو. كل سنة وكل المشاهدين بخير والله. ومشاهدين قناة الصحة والجمال وبرنامج الساعة الشهية من أجمل البرامج بجد والله. الواحد يتفرج عليها ويتابعها. وأتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم بخير يعني. كل سنة وانتم طيبين. ربنا يبارك في حضرتك. تمام كل سنة وانت طيبة ورمضان كريم. ربنا يخليك. احنا يا جماعة ما شاء الله الشيف النهاردة يعني أوجزت وأنجزت بالفعل لأني قدمت كحك وبسكوت. تمام وقرصة الصفرة اللي هي المحوجة مع طبعا الأيتم الجميل أيتم البحريات منيو البحريات اللي معانا الجميل ده. قدمت لينا طاجن بطاطس سيبيا بالبطاطس وقدمت لينا الساعة
سمك السنجاري، وقدمت لنا شوربة السيفود بالكابوريا، وقدمت لنا رز بالجمبري، وقدمت لينا سلطة الكابوريا بالمايونيز والكاتشب، وزينتها بالذرة والبيض. تمام، انا شاكر ليك جدا وشاكر مجهودك، ربنا يبارك في حضرتك سنة وانت طيبة حضرتك. في نهاية حلقتي بشكر الشيف أم محمد حمادة اللي كانت مشرفانا النهاردة في برنامجنا، برنامج ساعة شهية، وما تنسوش تنتظرونا يوميا قبل هذا الموعد بساعة ونص، وما تنسوش لا وما تنسوش باقي حلقات مهرجان كحك العيد، مهرجاننا مهرجان كحك العيد ما شاء الله. يوم السبت عندنا وقت مفتوح، وعندنا يوم الحد وقت مفتوح ما شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، وبنقول عيد سعيد على الكل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة لمواعيد يومي معاكم في المطبخ نستناكم، بتعلم أكلة جديدة وطرق التقديم وياكم.